أهلا وسهلا. اتسمت الحركة السعرية في جلسة الأسبوع الماضي بين الهدوء ثم الزخم العالي مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. هي أرقام التضخم واللي إجت متوافقة مع التوقعات عن 6.5% بانخفاض من 7.1%، واللي دفعت الأسواق لتسعير حدة رفع الفائدة بشكل أقل نحو 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم. بينما كانت أسواق الأسهم قبل الأرقام متفائلة تماماً، فسجلت المؤشرات الرئيسية 4 أيام من الارتفاعات المتتالية، بينما حركة المؤشرات في آخر يوم كانت متقلبة بسبب موسم أرباح البنوك الكبرى. شهدنا أيضاً ارتفاع مفاجئ للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ل10% مقابل التوقعات بالانكماش، بينما خفض البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي ل1.7% لعام 2023 انخفاضا من 3% المتوقعة في وقت سابق من العام الماضي. فلامست أسعار أونصة الذهب أعلى مستوياتها عند 1900 دولار، وشهدنا أداء جيد للنفط هذا الأسبوع، بينما ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني على خلفية انخفاض الدولار والمشاعر الإيجابية بشكل عام. بينما تتابع الأسواق في جلسة الأسبوع القادم عدد من البيانات المهمة. نبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، فالبنوك الأمريكية في إجازة يوم الاثنين بمناسبة مارتن لوثر كينغ، بينما سيركز المستثمرون على أرقام أسعار التجزئة والمنتجين للحصول على بعض التلميحات بشكل أكبر حول حالة التضخم قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر المقبل. بينما في الصين سيعطي الناتج المحلي الإجمالي للصين الفرصة لمعرفة صحة الاقتصاد الصيني مع توقعات أقل للنمو عند 1.8% مقارنة مع قراءة أكتوبر عند 3.9%. فبعد إعادة فتح الصين ستتجه الأنظار إلى هاي القراءة، لأن رح تستغرق الاقتصاد الصيني بعض الوقت لاستعادة قوته بعد أكثر من عامين من الإغلاق. أما في المملكة المتحدة فعلى صعيد البيانات تنتظر الأسواق في الأسبوع المقبل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي ستؤثر على حركة الجنيه الاسترليني. يأتي هذا بعد أن فاجأ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة الأسواق بارتفاعه بنسبة 10% مقابل التوقعات السلبية بنسبة 0.3%، على الرغم من استمراره في الانخفاض مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، إلا أنه يواصل تقليل القدرة الشرائية. ومن منطقة اليورو نتطلع أيضا إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في الوقت الذي يتداول فيه طبعا اليورو عند مستويات الدولار و8 سنت. ختاما مع اليابان، فبنك اليابان سيجتمع من أجل قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل في وقت تجاوزت فيه سندات الخزانة لأجل 10 سنوات السقف. ذلك قد يدفع الين لحركة قوية في حال إجراء البنك بعض التعديلات على سياسة النقدية. بتوفيق للجميع.